يواجه جواز السفر العراقي صدمه جديده فيما يتجه المجتمع الدولي الى سحب الاعتراف بالجوازات الدبلوماسيه التي تصدرها وزاره الخارجيه في العراق بسبب عشوائيه منحه لمن لا يستحقونه آلاف العراقيين يحملون هذا الجواز ومعظمهم من قادة الأحزاب والمقربين منهم من زعماء الميليشيات لتسهيل تنقلهم بين الدول وتمرير صفقات مشبوهة وتهريب الأموال من دون أن تكون لهم أي وظيفة دبلوماسية ولعل الأغرب من ذلك أن الجواز الدبلوماسي بات يمنح لعارضات الأزياء على وسائل التواصل الاجتماعي بحسب النائبة سروى عبد الواحد الجوازات الدبلوماسية أنت تخيلي كل موديلز اللي موجودة بالعراق البنات التيك توك وما أدري شنو كلها عندها جواز أوف. دبلوماسي شكو يعني جواز الدبلوماسي صاير كلش يعني سوري من الكلمة بس ولا يسوى شيء في الدول الغربية ودول العالم يعني يقول كل كلهم عندهم جواز دبلوماسي أعضاء في لجنة النزاهة اتهموا وزارة الخارجية بتجاهل المخاطبات الداعية لفتح تحقيق بشأن إصدار نحو 45 ألف جواز دبلوماسي لأشخاص لا تنطبق عليهم الشروط وهو عدد يفوق النسبة بحسب اتفاقية جنيف التي تمنح الحق لكل دولة بإصدار ألف جواز دبلوماسي لكل مئة مليون نسمة من عدد سكانها فيما أصدر العراق نحو 15 ألف جواز دبلوماسي حتى عام 2021 فقط باعتراف وزارة الداخلية قبل الحديث اليوم عن ارتفاع العدد إلى 45 ألف جواز الفساد الحكومي ونظام المحاصصة والفساد المستشري في البلاد جعل الجواز العراقي يتذيل قائمة ترتيب جوازات السفر العالمية طوال الأعوام الماضية بحسب مؤشر باسبورت أندكس حتى بات ختم دخول العراق مدعاة قلق لدى البعض كما حدث مع فريق كوستاريكا الذي ألغى مباراة لكرة القدم مع العراق عقب خشيته من أن يتسبب ختم جواز سفرهم داخل العراق بصعوبات للوصول الي دول اخري في المستقبل وفقا لتقرير اصدرته ميل ليتحول العراق الي بيئه منبوذه دبلوماسيا بسبب استشراء فساد السلطه